خسائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى جلاله بالمصطفى سيدي يالله وبحليل ابراهيم يالله وبكريمك موسى سالم خليل وبإسماعيل وإسماعيل يالله وبسليمان نور يونس اليسع وزكريا يحيى هون يالله هارون يوسف إلياس وآدم داود وسيد بن عيسى لوط يالله ويوسف وبيسا وغيرهم من أنبياء ورسل لك يالله وبالملائكة تران ثم صفوتهم جبريل ثم بميكائيل يالله وصاحب النفي إسرافيل خالد الأرض والخلائق عزرائيل يالله وبالسحابة ثم الأنبياء معاً والعاملين من الأخبار يالله وبالصديق وبالفاروق ثم بزيد نعيد ثم بزيد يالله علينا ربي عافية وأبلنا الخصد في دارهم يالله واغفر لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات يالله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا واغفر لنا الجن والشيطان يالله وكملا كلما ننهو ونقصده وأبلنا كلما نختار يالله ورد لنا كل ذي سوط وذي هرم ويسر كل ذي حسين يالله قبل لنا كلنا سهل لنا بدنا وفاقة عدش رجوع يالله وفي
الفتنة والوباء ولكن ما خلق والبلق ما سلق وكفي الله حر وبرد ونهب قربة إيقان دلالة مرد والغمي الله وآمد وخطايا دالة سلل والمسك والقصد ثم عصي الله وخلة مهجون هلة مرد ثم الجسامين والنقصان الله ومن خبيئة الدنيا ثم آخرة ومن فتور إيمان يا الله يا من على كل شيء خالق وعلى العرش العظيم استوى إني سألتك قلبا عاشا متوى دعا وعلما نسيا نقي الله وتوبة قبلت مع منة رفيعا مع زوجة سلوها من دين الله وتوبة قبلت مع منة رفيعا سمي الله إني جعلتك في عيني يا سقتي حسنا حسينا فكن مرجعي الله على تكني إلى نفسي فرحلك كن مجيبني حيثما أدعوك يا الله واجعل لساني وقلبي سائري كمان عند الممات معا إيماني يا الله سبيل يقيني في قلبي بلا وجل حتى أهل لقاك الحق يا الله ولمال المغترات ومفرات من كل شر وكرب حق يا الله واخفز لي الجسم عيش الروح فارقني في القبر لا تبينه دهر يا الله وكن نسيري أنيسه لما دفنون جسمي فزدت مهيدا ثم يا الله لا تقومن معي ما قد يروحني ألف يا كل ما أخاه يا الله على جميع وجميع المسلمين ولا جوار نبي عليه السلام ولا جميع المسلمين ما من جميل خلق يا الله من كان يفسد ساقين ويملك ساق ذكر وينصر من يخساك يا الله محمد مسكين
أحياء قائدنا لجنة الخلد يوم الأسري الله محمد المسكي الأحياء قائدنا لجنة الخلد يوم الأسري الله خصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقاه